مرحبا بكم في صالون علمانيين الثقافي رقم 587. طبعا كلنا عارفين العلوم الإنسانية الاجتماعية الكلاسيكية اللي عدت علينا كلنا، وكلنا عندنا خلفية عنها، تاريخ، جغرافيا، علم نفس، اجتماع، كل الكلام ده. ولكن خليني أقول إنه إحنا متفقين إن العلوم دي مش وليدة اللحظة ومش جديدة، ولكن الجديد هو فكرة إن أنا أعمل دمج بين علمين مختلفين أو بين مبحثين مختلفين عشان في الآخر أطلع مبحث جديد. على سبيل المثال مثلا، إحنا عارفين طبعا الجغرافيا هي علم إنساني اجتماعي كلاسيكي كلنا عارفينه. لو أنا عملت دمج بين الجغرافيا دي مثلا وبين علم السياسة عشان ينتج عندي مبحث جديد اللي هو علم الجغرافيا السياسية، علم جديد بيبحث في ملف مختلف خالص، علاقة الجغرافيا بالسياسة، تأثير الجغرافيا على السياسة والعكس. الدراسات الإنسانية أو العلوم الإنسانية بشكل عام هي يعني وحدة واحدة أو وحدة متكاملة، بمعنى أنا ما أقدرش أن أنا أفهم سياسة بمعزل عن الدين، ما أقدرش أن أنا أفهم مثلا علم نفس واجتماع بمعزل عن الجغرافيا وهكذا. قبل ما نبدأ موضوع النهاردة، محتاجين أن احنا نحط كده خطوط عريضة أو نكون متفقين على عنوان واحد كده، هو أنه علم النفس من أهم المدخلات التي تؤثر على علم السياسة، وده مبحث كبير اللي هو علم النفس السياسي. وإحنا لازم نكون متفقين على أنه علم النفس بشكل أو بآخر بيأثر على السياسة. خلينا نقول أنه إن أنا عشان أفهم أي حدث سياسي ما أقدرش أن أنا أفهمه بمعزل عن الجانب النفسي للقادة والرؤساء السياسيين نفسهم، بمعنى أنه أنا أي حدث سياسي سواء كان كبير أو صغير، تأثيره محلي أو تأثيره على أكبر، ما أقدرش أن أنا أفهمه بمعزل عن التجربة النفسية للقادة أو للسياسيين. التجربة المصرية تعتبر من التجارب اللي لاحظنا فيها ولمسنا فيها تأثير الجانب السياسي على الجانب النفسي على الجانب السياسي. وهنضرب أمثلة على الموضوع، يعني لو خدنا مثلا محمد علي كمثال، ما أقدرش أن أنا أدرس أو ما أقدرش أن أنا أتناول تجربة محمد علي رجل السياسة بمعزل عن تجربته النفسية. وخلينا نكون متفقين أنه التجربة النفسية للقادة والزعماء لها بالغ الأثر في رسم سياسات الدولة المصرية، وعندنا كذا مثال على ده. يعني أنا لو قلت أنه محمد علي مثلا شخص بيتخذ قرارات، شخص عنده طموح، شخص متطلع، كل الكلام ده، فأكيد كل الصفات دي بشكل أو بآخر هتأثر على الجانب أو البعد السياسي. ولو خدنا مثال تاني، وده المثال الأشهر في التجربة المصرية، وهو جمال عبد الناصر. طبعا احنا كنا سمعنا عن الرغبة في التطلع أو الرغبة في فكرة الأنا، احنا كلنا طبعا سمعنا عن الكلام ده بغض النظر عن يعني نتفق أو نختلف، ولكن ده له دلائل كتير. ولكن مش مهم ان احنا دلوقتي نتفق او نختلف على صحة ده من عدمه، المهم ان احنا نكون متفقين على انه الجانب النفسي حاضر وفاعل ومؤثر على الجانب السياسي، انه التجربة المصرية هي مثال ونموذج كويس ان احنا ندرسه او نتكلم فيه على موضوع تأثير الجانب النفسي على السياسة. ومش بس البعد النرجسي في السياسة، ولكن برضو البعد النرجسي في الدين، لانه للاسف في الدول المتخلفه الدين بيعتبر هو سلطه حاكمه، ومش بس سلطه حاكمه، هو ممكن برضو بيقيد السلطات التشريعيه اللي هي المفروض تبقى مؤسسات حديثه او مؤسسات مدنيه. يعني زي البرلمان مثلا، المفروض انه وظيفته اصدار تشريعات، ممكن الدين بيتدخل سواء كان مؤسسه رسميه او حتى الوعي الجمعي الديني المصري في الشارع بيتدخل في تمرير التشريعات أو من عدم تمريرها. هندرس الشخصية النرجسية بين السياسة والدين. ومعنا النهاردة دكتور بهي الدين مرسي، طبيب ومفكر. أدعوكم للترحيب به. شكرا على المقدمة الرائعة دي والطرح اللي بيمهد بطريقة سلسة للموضوع. الحقيقة هبدأ كلامي وطالب من حضراتكم حاجتين: التركيز في العنوان، عنوان الندوة اسمه الشخصية النرجسية في ملعب السياسة والدين. مش عايزك تاخدها لفظ، ركز معايا كده، خد المعنى. انا هنا علشان اناقش معنى وليس جملة كعنوان.
ليه تجربة لاحظتها ولاحظها ناس كتير من حضراتكم، له تجربة في السفر بالطيران. أول ما بيقعد على كرسي في الطيارة بيبقى شغله حاجة واحدة، المفاضلة بين سلامة الماكينة الطيارة وقدرات الطيار، لأنك أنت كل الدنيا اختزلتها من ساعة عادتك. يا ترى الراجل اللي هيسوق الطيارة ده أخباره إيه؟ عجوز زي كده ولا مصحصح ولا أنت مش عايز تشوفه، بس بيبقى شغلك. كيف حال هذا الرجل وذهنيته وهو من سيقودك إلى الأرض بسلام؟ أنت بتعرفش البوينج والفرق بينها وبين الإيرباص، لكن تعرف الإنسان، في واحد شوية كده وفي واحد مظبوط. عايز أقول إيه من وراء الحكاية دي؟ وإحنا موجودين على أرض وطن بنبني مجتمع بيقودنا الحقيقة، طيار، وخد لفظ الطيار ده كرمزية، بدأ من رئيس دولة، من محافظ، من مشرع بيحط لك القوانين، من رجل بيربي ابنك عبر المناهج، ناس كتيرة بتتحكم في حياتك وبتصنع لك خطوات، وبعضهم كمان ربما يكون بيسيرك وفق أفهامه، وربما رصد لك مكان في الآخرة جنة أو نار وفق حساباته، ده حاجز لك خانة هناك خلي بالك، لأنه هو أعلم منك. زي ما تفضلت كده وقلت إحنا بيقودنا الرجال ده، أنا مش جاي أناقش ما يجب وما لا يجب، لكن جاي أنوه عن إن حياتنا لا تخلو من آلاف المدراء. الدولة مش رئيس بس، الدولة إذا كان الرئيس بيقود السياسات العامة يتسلسل الأمر لغاية ما في بتاعة الخضار اللي أنت بتشتري منها بتقود نظامك الغذائي بنظافته وسلامته ويوي. أنت الحقيقة كالكرة موجود في ملعب شاسع جدا، آلاف الأقدام من 11 لاعب بتشوت هذه الكرة. إيه المعنى اللي ورا كلامي؟ هخش في تعريف النرجسية بسرعة وكيف هو المرض النفسي، لأن فيها حتة لبس أنا مدركها الحقيقة، ونسيت أقدم لكم شخصي إن أنا طبيب، فأنا دارس المسألة من البعد الأكاديمي النفسي وفي أبعاد أخرى حياتية، لأن أنا دارس علم الإدارة. طيب بداية كده كلمة مرض نفسي، ما دام هتقول لي لفظ مرض افهم انه مفاضله بين امرين، حاله السواء الطبيعيه الذي لم يمثل ببكتيريا ولا بجراحه ولا باي عطب ولا لكمه في نافوخ ولا اي حاجه، طبيعي، حاله التحول من السواء البيولوجي الى انحراف احد او بعض المكونات. يعني ايه؟ يعني انا قدامك سليم هو كويس، حرارتي 37 وبتنفس من غير اجهزه يحصل شيء ربما يؤدي الى استبدال او استعاضه او استكمال او تعديل احد هذه الوظائف، ندي على طول لفظ مرض. يبقى المرض في تعريفه عباره عن ايه؟ التحول من حاله السواء الى، خليها كده عشان ابسطها، العوز، محتاج حاجه عشان يبقى طبيعي زي ما كان. معانا بشر وكلنا بشر، لكن كل واحد عايش بكتلة من المحركات بيعتبرها الأساسية. أنا بتاع أكل وشرب، أنا كل شوية زي أفتح التلاجة، أنا كده يا أخي. واحد تاني مهموم بحاجات مختلفة، مش عايز أقول أحلى، القراءة. واحد تالت مهموم بالميول، كل واحد عنده حاجة، لكن كلنا صح. في حياتنا في جوانب كتيرة ممكن الواحد ياخد فيها ضربة يفقد حالة السواء ويتحول إلى العوز. ركز معايا تاني، الطبيعي مننا هو في حالة السواء، أي تغير فيها ينتقل به إلى حالة العوز. أنا مش عايز أقول تفاصيل أكتر من كده،
طب أين الضربات التي تلقاها الإنسان عشان يقول في حالة عوز خد عندك؟ ثلاث محاور مفيش غيرهم. بهيل قدامك ده عبارة عن إيه؟ بدن، كتلة بيولوجية، خلايا وأجهزة وعندي عمليات بتدور في ذهني. العمليات دي قائمة على معادلة بشرية رائعة جدا كل البشر اشتركوا فيها، مش كل البشر ده كل متحركات الحياة اشتركت فيها. بتقول ايه المعادلة دي؟ مدخلات يتلقاها الشخص او الشيء. الشخص الشيء شجرة، الاتوبيس، السيارة، يتم تشغيلها تؤدي الى ناتج اوتبوت مخرجات. طيب تعال نطبق الكلام ده بشكل مفهوم. انا مدخلاتي في الحياة طاقة علشان اشغل بها خمس وظائف، مفيش ستة هم خمسة، وجايين عبر خمس حواس، مفيش حساسات وهتصدق بسرعة كده: البصر، السمع، الشم، التذوق، تاتش، اللمس، الحس. مفيش حاجة ستة نبر. وأهمية الكلام ده ايه؟ كل ما وصلك من مدركات الحياة ورصيد معرفي وثروة ذهنية لم يأتي إليك إلا عبر أحد هذه الحواس الخمسة. مش ممكن يكون عندك أي شيء معرفي أو خبرة أو تجربة من حاجة هم الخمسة ما فيش غيرهم. خمس بوابات يدخلوا لك أكلك وشربك تخيل كده باب شقة هو الوحيد اللي أنت بتتعامل فيه مع الحياة. خروج ابنك للمدرسة، رجوعه متعلم، فلوسك نازلة، تجيب أكل. خمس حواس. أي إصابة في هذه الحواس تؤدي إلى قصور في إيه؟ في تلقي المعارف. يعني لو سمعت إيه شوية واتحطيت في المدرسة وأنا طفل هفقد نصف التحصيل الدراسي. طب لو بزر عيني ومش شايف وأهلي مش واخدين بالهم هيفوتني نصف أو أكتر من التلقي المعرفي. وانت لو فقدت وانت بتاكل اكلة حلوة جميلة ملخية بالأنارب فقدت حاسة الشم، مش الشم، وتتذوق هتفقد حاجة اسمها النكهة. النكهة هي مزيج التذوق مع الشم. جديدة ملهاش حاسة خاصة لوحدها، يعني التلقي النكهة نكهة الاشياء ملهاش حاسة خاصة بها، هي خليط مجموع حاس الجبر الاثنين. ليه طولت في المقدمة دي؟ عشان اقول لكم حاجة مهمة قوي. في بوابين وحراس قاعدين على الخمس بوابات اللي حضرتك عرفتهم دلوقتي، خمس حواس. جابولي كده ناس يقعدوا يحرسوا المدخلات اللي جايالي. يعني اللي علمك الانجليش في ابتدائي اذا ما كانش صح لما تكبر هتقول اي درينك سيجرت، يعني ما على اساس درينك يعني ترجمه حرفيه للي بيشرب سجاير. فهنا مصيبه. تعالى في الدين بقى، انا خدت الدين منين؟ من رجل اسمه رجل دين، قد يكون ابويا، خدت منه جمله المعارف العقائديه، قال لي انت يا ولد ديانتك كذا او في المدرسه عبر المناهج او وصولا لرجل الدين. دي تاخد قد ايه في الميه من حياتك يا استاذي؟ 20% من قوام حياتك، عشان دي هترتب عليها علاقاتك وهتتجوز مين وتتجوزها ازاي ولما نحب نطلق نطلق ازاي ولما نحب نخش في شراكة تجارية. الدين بيشتغل على المناطق دي كلها، فخد بالك لفظ دين قد يكون احدهم استغنى عنه ماشي، بس ما زال محتاجه في علاقاته مع الاخرين. خد مني قد ايه؟ 20%. طيب انا لسه قايل لك في رئيس دولة بيقود النظام،
وفي وزراء بيحدد، واحد بيحدد صحتك، والتاني بيحدد تعليمك، والتالت بيحدد هجرتك. دول بيتحكموا فيا؟ نعم. يعملوا قد ايه دول؟ 80% اللي باقيه صوت على رأي الأجانب. وإيه اللي فيها يعني؟ أقول لك لا، تعالى بقى هنتكلم على صلاحية هؤلاء اللي قعدوا على البوابات عشان يدخل لك الرصيد المعرفي المتعلق بالعقيدة والرصيد المعرفي المتعلق ببقية إدارة الحياة. فتعالوا كده نبسطة ونفترض جدل هنختزلهم في كينونتين، سياسة ودين. الطيارة بقى مين اللي هيسوق لي الطيارة؟ أنا يهمني إنه يكون بخيره، ما يكونش لاسع، حياتي عنده. خلصنا حتة من يقود حياتك وخطورة هذا السليم أو المعطوب اللي هيقود حياتك. طب نعمل إيه؟ نتحسب لإيه؟ لا استناني لو سمحت، اديني فرصة اختار حتة منه او جزء من ذهنيته، او على الاقل يا اخي ارشحه يقود حياتي. ما ينفعش كده انا اختار رجل دين اتوسم فيه المنتصفية والحيادية والمنطقية والمعقولية واقول له يعني عايز اتعلم منك يا مولانا، او رجل سياسة. الدنيا كلها بتتغير من حواليا النهاردة، انا عايز اختار واحد او بلاش اختار، مش مهم يا سيدي بقى لي حق الاختيار. اضمن لي بس ان من يقود الجغرافيا التي اقطنها بخيره، بخيره يعني شخص سواء. تقول لي يا اخي ما كل الناس حواليك حلوين وكويسين، اقول لك جايز، بس انا هنا هتكلم عن العطب اللي بيجي في الثلاث مناطق اللي قلت لك عليهم. التلقي له متاعب، ضعف السمع بيعطل جزء من التلقي الصوتي، البصر ضعف البصر يعطل جزء من التلقي المرئي، حركة اللسان والكلام تعطل جزء من التواصل الإنساني مع الآخرين، الريحة لو فيها عطب مع زي بيحصل بعض المدخنين وقتلت الأعصاب الحس الشمي يتساوى مع ريحة البن مع ريحة الكاكاو، فقد حاجات كتير قوي. والتاتش، التاتش ده انت لا تخيل انت بتستخدمه قد ايه في حياتك، اكتر من 40% في يومك مبني على التاتش. طيب اذا جت الاصابة للكائن البشري في منطقة المدخلات، كل الرصيد المعرفي اللي هيتكون هيبقى معطوب وناقص حتة، سمعه ضعيف، مش كل اللي وصلوا فهموا. فيحصل ايه؟ يقول لك ما اعرفش هو كان بيقولها بومبي ولا مومبي، انا ما سمعتهاش كويس، اتعطلت عنده حته في حاسه السمع ادت الى بتر جزء من الرصيد المعرفي. الفونت ده بتاع الجرايد ده بتاع الاهرام ولا الاخبار ما بشوفش كويس، وبتاع انا متعود اقراها هتعطلك جزء، وهكذا. في نوع تاني من الاعتلال، هنبدأ نخش على لفظ الاعتلال عشان هنستخدمه كتير. التاني ما كانش اعتلال، كان إصابة. اعتلال قد يحدث في منطقة الربط أو الإدراك بسرعة كده، وركز معايا أرجوك قوي. يعني إيه الربط البشري؟ أنا شميت ريحة شياط كهرباء، لا ده كهرباء انا مش غافل عنها، اروح مستدعي الرصيد المعرفي اللي انا حاطط فيه خبرتي ان الكهرباء مقدمة الحريق وخسائر وموت، ان الريحة دي ريحة الكاوتش اللي حوالين سلك الكهرباء، انا بربط بجيب الرصيد المعرفي، مش محتاج اروح اشوف واتأكد انها كهرباء وانه في سلك لا، هوفر على نفسي عشان انا جايب نموذج من الرصيد المعرفي انا اللي حطيته بخبرتي. ريحة بوتاجاز، مش محتاج اروح اشوف الانبوبة وعمل رغوصة، انا عارفها شايلها عندي في الرصيد المعرفي.
رصيد المعرفي ده خطير جدا، ده اللي بيوفر عليك انك تقوم من مكانك تتحسس الاشياء والحياه. ده صوت واحده بتستغيث، خلاص الرصيد المعرفي عرفني، مش محتاج اسال ايه دي. لما تيجي الاصابه بقى هنا في مساله الربط المعرفي، دي اول كارثه هنسميها ايه دي؟ السيكوباتيه. سيكوباتيه واحد اللي دخله كله معطوب او نصفه او اجزاؤه، كل اللي وصلك في حياتك معطوب حبتين، يطلع مين؟ يطلع واحد سيكوباتي. يعني ايه السيكوباتي؟ سيكوباتي فاقد لكل القيم اللي اتعلمها المجتمع. فتلاقي ولد صغير جنب شريط القطر في الارياف يمسك زلطه ويضرب الشباك بتاع القطر، هو مستمتع انها جت بالظبط، شفت يالا جت على الشباك، ما عندوش قراءه للبعد الانساني واصابه بشر وفقد عين وايه، ويتلذذ باشياء بيعملها بمعرفته بلا رابط مع المجتمع بتاعه. ماشي في الشارع كده لقت الالكاتيل التليفونات فاكرينها بتاع زمان دي اللي على ستاند، يروح قطع السماعه، ما السماعه دي لوحدها ما تخدمش في اي حاجه، واخدها معاه ورميها في اي حته. ليه عمل كده؟ بيجد متعه ويتلذذ بكسر القيد، القيد اللي حطه القانون واللي حطه المجتمع واللي 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 واللي. حتى البياع الصحة ونظامه وحضرتك واقفة تشتري بتبص له كده فيستحي يروح لابس جوانتي، طب لو انت مش موجودة قلت له حضر لي وهبقى اجي اخد الاكل، يتمتع بقى انه يبقى انجلافد، يروح عامل كده ويعمل السندوتشات ويبقى عالج. ايه اللي بيخليه يعمل حاجات غريبة في السر؟ هو اصلا ما كانش بيعملها في العلن، وهي اجرامية ومش كده بس، وبيجد لذة في اتيانها. يعني لبس الجوانتي حلو، بس الاحلى منه عنده هو، هعمل لك الساندوتش اللي انت اتمنتني عليه من غير جوانتي، وههرس لك الطعميه بايدي بقى، بحس انه فرحان. وغيره وغيره من الامثله بتاعت قطع الاسفنج في اتوبيس في كرسي حاجات كده. ده بنسميه في ايه في علم السلوك؟ الشخصيه السيكوباتيه، اللي هو بالبلدي كده الخارج عن القيد المجتمعي والاعراف المتفق عليها. كلنا، انا اسف اللفظ والتشبيهات، نخش دورات مياه عامه نشد السيفون بعد قضاء المصلحه، السيكوباتي لا، سيبهم، وكانه بيامل انه يكون الاخير اللي استخدم دوره المياه دي. ينزل من الاسانسير، اقفل الباب ليه؟ خليه ينزل على رجليه يتريض، ما عندوش حتى متعة اتمام الاشياء الطبيعية الغير مجهدة، ولا حاجة من دول انا قلتها لكم مجهدة. يعني انت لما برجلك تزق باب الاسانسير عشان اللي موجود فوق ينزل، ما فيهاش جهد، لكن ليها شرط، ان تكون متسقا مع القراءات المجتمعية. صاحبنا السيكوباتي عدى المرحلة دي بكسر كل القيود اللي تربطه بالمجتمع السوي. أستاذ أحمد طلب مننا نصمت الموبايلات، يعني بلا صمت ويسيبه شغال، والله إذا رن هنبقى نتصرف، ما رنش خدنا راحتنا، محدش يملي عليا. ده السيكوباتي، سيكوباتي نظام خاص خارج عن الأعراف العامة، لا يتقيد بالمجتمع ولا يظن في نفسه ضنين أو شحيح في عطائه، بل يعتقد أنه أصوب الناس، وإيه العالم الهبل اللي عمالة تحسوك وتعمل كل شيء كما يجب. ليه يا سيدي؟ أنت مش ركنت عربيتك جنب الرصيف؟ إيه يعني فوق الرصيف حتة؟ الشخص السوي بيحط حسابات كده، لو زرار ناقص يزعجني، الناس تقول عليا ايه؟ شو خد بالك من العباره دي، الناس تقول عليا ايه؟ يعني ما بحبش اكون موضع ناقص. دي مرحله مرضيه اصابت
الربط المعرفي في المخ. في مرحلة تانية اسمها اتيان ردة الفعل. نرجع تاني المثال بتاع ريحة شياط الكهرباء. رصيد المعرفي قال لي خلي بالك ريحة شياط كهرباء من اللي بيعمل ماس ويموت ويقتل ويحرق البيت. كل ده في رصيد المعرفي، مش محتاج اجربه. احضر ردة الفعل، ما يجب اقعد استنى اطفي دي واصلحها ولا انفد بجلدي؟ ده قرار. مين اللي بياخده؟ منطقة مختلفة في المخ. خد بالك من حتة لطيفة قوي، هذه المنطقة اهم ما يميزها انها لا ارادية. اول ما يجيلك شكة كده انت ما تفكريش ليه شكني وبايه شك، انت بتشيلي ايدك وخلاص. ناموسة وقفت على جبينك، مش لسه هتقعدي تفكري الاذى مفيش كده وخلاص. ما يميز هذا الشق الثالث اللي هو ردة الفعل انه اولا انفعالي، الثانية تلقائي لا يخضع للخبرات. الطفل الرضيع بيهش الناموسة بنفس الطريقة بتاعت الشخص البالغ الخبير. كلنا تلقائيون في ردود الافعال الا اذا ايه؟ كان بينقصها بعض الخبرات. اعمل ايه في حاله ما الاقي ميه جايه من هنا؟ انا ما شفتش المشهد ده قبل كده، اتصرف ازاي هنا بلا خبره؟ فغالبا رده الفعل لدى الاحداث التي لا ترتبط بالرصيد المعرفي بتبقى عفويه ومليانه اخطاء. طب اللي بيصاب في هذه المنطقة، منطقة اختيار ردة الفعل، بنسمي العطب بتاعه ايه؟ يا ترى مرض عضوي ولا مرض نفسي؟ كلمة عضو خدها قاعدة مني كده، أي حاجة تمس الجلد واللحم والعظم شيء مادي فيزيائي ملموس، لكن لو مست الخيال اسمها نفسي. يبقى الصداع مرض نفسي ولا عضوي؟ نفسي، حاسس ان انا دماغي بتوجعني. اللي جوه اللي وراه هو اللي عضوي. صباعي وارم، انا لي علاقتي بيه الالم. الالم ده مش حاجه فيزيائيه، يو كانوت تاتش. لكن صباعي اللي فيه خراج هو الشيء الفيزيائي. فنفرق بين الاثنين. اللي بيصيب منطقه الحس، البدن، المكون المادي اسمه عضوي. اما اللي يصيب الحالة والذهنية والتفكير والتوقع والحسابات اسمه نفسي. كده سهلنا المسألة. تعالوا نمسك النفسي ده ونفصصه حتتين اتنين. نفسي سوي عدد زي حضراتكم كده يتفاعل مع الاشياء وفق منطق الخبرات السابقة. في واحد تاني قال لك لا انا مش زي الناس دي، ده انا فوق، خليهم هم كده. لو شافوا مدخن يتخانقوا معاه، انا بقى غير كده. لو مدخن في القاعه خد راحتك يا عم. حساباتي مختلفه. اللي هنسميه ايه؟ اصل انتوا زبايني، ما اقدرش امشي حد منكم. في واحد فيلسوف زمان لعب اللعبه الوحشه دي في حق البشر اسمه ميكيافيلي. قال لك بص، اي حاجه فيها مصلحتك سيب اللي عايز يعملها يعملها، ما تعطلش زبونك اللي بياكلك عيش. ايوه بس زبوني ده دخل المحل عمال يدوق بايديه وده قرف ممكن يطفز، يا عم سيبه ده اكل عيشك، ده هو اللي بيجيب لك. فحط مبدا، اسف اللفظ، قذر لا انساني. قال لك ايه؟ شوف بس انت الغايه بتاعتك ايه وانت عايز ايه. اي حد عايز يوصل لها او حاجه توصلك ليها اهلا بيها. واحد احواله الماديه متعسره وعايز كده يطلع على وش الدنيا، عايز ايه يا بابا؟ عايز فلوس؟ اعمل اي، افتح الدرج، اعمل اي حاجه هتجيب لك فلوس. فرسخ مبدا عجيب جدا الميكيافيليه. طب يا ترى ده اخطر، ارجع كده بذاكرتك معايا، ولا اخينا اللي سبناه من شويه السيكوباتي؟ السيكوباتي افكرك بسرعه بيعمل ايه؟
ما يهموش حد في الدنيا، انا وبس. جه الميكافيلي ده زود الطينه بله، فراح جايب لي شخصيه جديده تتفوق على كل المعطلات. ناقص كيف فلوس؟ تعال نطلع البنك الاهلي وهاتي معاك الرشاش. ما عندوش مشاكل، هيخلص اي حاجه توصله للهدف بتاعه. يفضل لي بقى الشق الثالث في المرض النفسي، العضال. واحد كده لله في لله، وبدون مقدمات، وبدون مرض عضوي، وبدون امه ما تضربه في الطفوله، قال لك انا احسن البشر، انا فوق الناس دي كلها، انا ما فيش زيي. ده حتى امي كانت بتقول لي انت ما جبتكش ولاده. ويعيش ويكبر في ملامح هذا الوصف مع نفسه، لدرجه لو سالته كيف انت يقول لك اوه خد عندك. تعال اقول لك كيف انا، انا ما حصلتش. ويبدا يديك مبررات وصفيه ليه بيقول على نفسه انا ما حصلتش، انا ما تكررتش. زمان كان في هكذا اصل القصه، شخص كان وجهه جميل، هي اسطوره، بيقول لك من فرط اعجابه بوجهه كان كل شويه يطالع في المرايات واسطح المياه، الله ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ شايف نفسه لدرجه في مره بيقرب لا يا رب ايه انا ده؟ ونزل في الميه وما رجعش تاني. دي بدايه لفظ نارسيسيزم او النرجسيه. واحد بيعبد ذاته، قال لك ربنا ادى الفتات للكون وساب لي الحسنى. طب هتقول لي ما تسيبه، يعني هو يعني مزعج لينا في ايه؟ واحد شايف نفسه احسن الناس، واحده شايفه نفسها اجمل الفتاة، يعني احنا مالنا فيها ايه؟ اقول لك لا، ما هو هيترتب على هذه الاوصاف وهذه القياسات اولويات بيحطها على نفسه لن يسمح لك في الحقوقيات انك تشاركه. لا ده بقول لك انا وبس، جاي تقسم معايا؟ ما ينفعش. وقيس على كده بقى سلوكه الاجتماعي كله مبني على فكره ايه؟ انا اولا، الطابور ده عشان ايه؟ فراخ الجمعيه، اوعى 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 هات لي. يتعامل بفكره الفوقيه، وعايزك هنا في المسار اللغوي رجاء فرق في فهم اللفظ بين المتفوق. متفوق جايه من على وزن متفعل الشيء. متفوق يعني حط نفسه فوق. هي الفوقية هنا فوقية مكانية وليست فوقية المعرفة الأعلى. يعني التفوق مش معناها بقيت تسبق وخبر، لا، انت حطيت نفسك فوق أعلى في المقام، في الدرجة، في السكيلينج، سكورينج، في أي حاجة. هذا هو النرجسي. كل واحد من الثلاثة اللي حكيناهم شكله ايه؟ بلوى. طب ماذا لو اجتمعوا الثلاثة دول في شخص واحد؟ يا نهار اسود، الثلاثة دول في شخص، ايوه هيبقى أحلى من نسكافيه ثلاثة في واحد. خد بالك، ميكيافيلية مطلقة، سيكوباتية مفتوحة، نرجسية لا محدودة. ايه اللي تتوقعه منه لو بقى جارك؟ لا انتوا الحي يقطع الكهرباء عن القاهرة كلها، بس بيتي لا. تعالى بقى تخيل كده، ودي حصلت مش وهم، ماذا لو هذا الثلاثي الغامق المظلم اللي احنا بنسميه مثلث السواد، ده في علم النفس كده، مش انا اللي بسميه، علم النفس جاب الشخصية دي وقرا الثلاث مكونات وقال لك ده بعضهم سماه مثلث الظلام،
بعضهم سماه المثلث الأسود، أيا كانت التسمية. لو ده طلع بقى يا أستاذي اللي بيعلمك الدين، إياك تجيب حتة الدين من بره تيجي تاخد من عندي. أنا لسه قايل لك أنا مفيش زيي، أنا عبقريتي لم تتكرر، أنا الفاهم، أنا الواعي، أنا المحدد، أنا المقرر. تيجي تاخد الدين من عندي وتفضل ماشي ورا، يقول لك نقل الأعضاء حرام، تفضل على حرمانية نقل الأعضاء 25 سنة وفي الآخر صور طلعت حلال. بقول لك إيه؟ حلال. يمشيك شرق تمشي، يمشيك غرب تمشي. ما هو إيه؟ عنده عطب في الخانة بتاعت التقدير، ويترتب على العطب اللي في خانة التقدير عطب في كل أحكامه. هو الراجل كويس يعني، أرى إن الكيلو جرام 1000 جرام، بس هو عايز عنده فلسفة أخرى وإعادة ترجمة للألف جرام إن لا وأكتر. يعني أنا أعرف إن الكيلو 1000 جرام، لا اسكت، في حالات الكيلو يساوي أكتر من كيلو. بيتكلم بعواطفه هو ومدركاته الانفعاليه بتاعته هو، بس ما تخدمنيش في التجاره والصناعه بتاعتي. المراه دي مش زي الرجل، دي ناقصه حتت كتير. هو مش طبيب بس عمال يكلمك، وعليك ان تنصت. ليه؟ جزء من النرجسيه عنده بيتكلم. بيقول ايه؟ هو متضايق من حضرتك، ياخد هذا الضيق حاشا لله، محدش يتضايق منك طبعا، ويروح يعممه على كل علاقاته مع معشر النساء في الحياة. الستات دول خد بالك، دول بقوا كلهم دلوقتي مرات الأب، دي مش هتورد على جنة، مع ان في مرات أب أصلح من الأم. ويبدأ يطوع أفهامه كلها رهن رضاه النفسي بقوسين المعطوب. خبر اسود، استنى استنى، امال الراجل ده لو كان رجل سياسه وجزء منه هيبقى في البرلمان بيحط لي قوانين، يا نهار اسود، يروح يعمل زي عجينه. فاكرينه اللي حط تشريع البنت لما تخش الجامعه نفحص عذريتها، ولما تتخرج نفحص عذريتها عشان نطابق ان الاربع سنين دول ما اتبهدلتش. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ مش عجينه، نرجسيه. يبقى انا قدام مصيبه كبيره قوي. ان يقود المجتمع سياسي مقرر مشرع، وليه مشرع وسياسي؟ رب اسره، اب، هو شايف ان الولد احلى من البنت مرتين، يبقى البنت كمان مش تاخد نصف ما تورث. يلا انا شايفه كده. مين اللي بيتكلم هنا؟ مش شخص ظالم، لا، نرجسي. تقوم تسالني سؤال، تقول لي انت ليه مش عايز تعترف وتقول لي شخص ظالم؟ اقول لك ما ينفعش اديله اللقب ده، لان هذا العوج مش لانه شخص ظالم، لا. امال العوج والعطب ده جه منين؟ هو ضحيه لمرض اسمه النرجسيه، ادى الى ايه؟ تاكل المنطق او جزء من المنطق عنده، التاكل يتاكل معاه الاعتراف بالقياسات الوضعيه في المجتمع. المجتمع مقرر عقوبة للسرقة، عقوبة للمخالفة، انتهاء بطاقتك، الرقم القومي، تسوي من غير مقرر كده حاجات، والكل سلم بيها ورضيناها. النرجسي لا، انا لسه قايل لك انه بيقول لك ايه؟ انا فوق القانون، انا مش زي الناس دي، انا ما بقفش الطابور، انا ما جددش بطاقتي في الميعاد، انا ما فيش عندي حاجة تبقى اكسبايرد. انا ما ينفعش تقول له اهدى يا اهبل، بص في بطاقتك تاريخي خلص، مش هيصدقك، لان النرجسيه غشاوه عقل مش عين، غشاوه عقل. هو مش شايف اللي انت انت عمال تتكلم، بس هو مش شايف كده. عارف زي ما اقول لك ايه؟ في القاعه دي في ميكروب،
تقول لي الميكروب ايه اهو مش شايف حاجه. في فرق بين ان ترى وان تدرك. الادراك يحتاج ادوات، قد تكون ميكروسكوب، قد يكون ماده تو تيست. اما الحس البشري عبر الحواس الخمس كلنا بنتساوى فيه، لا ما فيش ريحة شياط. لكن لو جبت كاشف دخان ممكن انا وانت مش حاسين ريحة شياط يصفر ويقول لي فيه مينيمم ضئيل جدا ريحة دخان. يبقى في فرق بيني وبين الآلة اللي هو ايه؟ فرق في التلقي عبر اي من الحواس الخمس في مضاهاة او مقارنة مع الادراك. مرة تاسعة، النرجسي مش قليل ادب، مش كذاب، هو ضحية لمعتقد مصدقه هو بس حضرتك مش معترف بيه. هو يقول لك كده، انا لو بايدي زمام الامور امسك جبل المعطم ده انقله تاني يوم. هو مصدق نفسه، عنده حسابات بتقول له كده ومقنعاه. طب بس انت سيب لي ال 110 مليون المصريين ده، سيبهم لي بس سنه واحده، هربي الشعب ده وخليه بريطاني سويسري ماشي في الشارع عمال يعمل كده زي اليابانيين. طب ازاي؟ مالكش دعوه انت. قدراته او فهمه لقدراته مطلق، لا يخضع للحسابات، لا يرتضي النقاش. تعالوا ننزل درجة في الحوار بتاعنا. ماذا لو هذه الفتاة ارتبطت بشاب زي الفل كويس وحليوة وكل حاجة، وهو نرجسي بس هي مسكينة مش صاحبة خبرة ولا بتاعت علم نفس ولا اتخطبتي ولا لسه؟ ايه بدوري كويس. 20% من الشباب للأسف، أنا بقولها وأنا بتوجع، عندهم جزء او بعض ربما كثير من النرجسية. النرجسية مش مرض، قلنا المرض في ايه؟ تحول من حالة السواء الى العطب. يعني النرجسي كان واحد حلو لا لا، وذلك ما اسموش مريض. النرجسي اتخلق كده بلت ان منه، فيه ما حصلوش حادثة غيرت السلوك، لأنه بعض جوانب السلوك البشري أحيانا تؤتيها حوادث أو تسقطها حوادث. يعني واحد كان طول عمره بخيل وحوش 3 مليون بالبخل، جم في مرة روح البيت لقاهم اتسرقوا، فقال لك أبو البخل على اللي جاو، أنا هيجي لي 20 جنيه هصرفها في ساعتها. يتحول المنطق الفهمي بتاعه بعد هذا الحدث او الحادث الى حاجة تانية. وارد في السلوك البشري، ممكن تغير العادات، تغير التقاليد، تغير طريقة ردود الافعال. كل اللي بيدخنوا لم تأتي معهم لحظة المنع الا اذا حاجة من اتنين، يا اما يصاب بعطب يبقى ملزم له خلاص مش عارف تاخد اكسجين بعد كده، صدرك قفش يعمل كده مش قادر، يقول لك والله خلاص ما باليد حين هبطلها. دي حاله. في حاله تانيه في السلوك البشري غريبه جدا انتبهنا ليها احنا الاطباء، اللي هي ايه؟ اسمعها مني كده وركز وافهمها كويس. اللي يحرك البشر حاجة من اتنين، يا اما اتيان الفائدة قيمة مضافة او اتيان اللذة. انا ليه هروح اشتغل واتعب وصح 6 الصبح واخلص دوامي استنى عشان ايه؟ فانا اللي اجاوب على السؤال ده، فيها فلوس؟ لو انا هرتضي الفلوس دي لانها بتحقق لي لذة شراء الاشياء واستكمال الحياه، جري هروح وهصحى لك الساعه 6 وكل حاجه. او تعمل لي قيمه مضافه وفق حساباتي، انا عايز يبقى معايا فلوس، مش مهم هصرفها بقى بس انا متعتي
يبقى عندي الرقم في الرصيد في الحساب بتاعي. دي متعتي، مش عايز حاجه من الدنيا تاني، مش عايز عيال. في واحد كده عايز الرقم بتاعه ده لغايه ما يموت، وهو هيموت ويسيبه انا عارف، بس هو عايز الرقم ده يبقى كبير ابسوليوت مطلق. ده اللي محرك للنفوس البشريه جميعا، انا وانت وكلنا. يا دي يا دي، انت بتاكل بلاش، بتشرب لما بتعطش عشان ايه؟ حاجه من اتنين، يا اتيان الفايده اللي هي درء العطش، يا اما لذه الاشباع والارواء. يا دي يا دي، انت مفيش حاجه ثالثه. بقول الكلام ده ليه؟ لان الشخص النرجسي بيجد ضالته، وخد بالك ان النرجسي ده مثلث، ثلاث اضلاع، له ثلاث مركبات كومبوننتس او مكونات. جزء منهم السيكوباتيه، السيكوباتيه اللي هي دمار كل شيء خارج نطاقي، يعني ابعد من المحيط بتاعي ده، في القيمه صفر في الحياه. مين انت يعني المؤرخ؟ يعني ايه العماره بتاعتي؟ لا، انا حدود الامان والدنيا والحياة هي أنا. إلى هذا الحد نظرة النرجسي، آسف، السيكوباتي اللي هو مكون أساسي في النرجسية، ما النرجسية ثلاث أعطاب مع بعض. أصل خد بالك النور ده الكهرباء ليها ثلاث مكونات، لو واحدة منه باظت مش هتنفع، مش هتنور الله. إيه هما؟ الفولتية لازم تبقى 220، الثانية التردد 50 سايكل، لو بقى 60 أو غسالة تحرق، معني كهرباء. ايه الثالثه؟ الفولتيه، الامبير. في امبير ضعيف هيطلع زي بتاع البطاريه، ما يشغلش موتور الميه. هما ثلاث حاجات مع بعض، النرجسيه ثلاث قوى تحركه، السيكوباتيه، الخلل الاجتماعي، مكيافيليه. اوعى بلا اهداف بلا اخلاق بلا قيم بلا دين، اوعى في هدف دعنا نحققه. البنت دي عجبك اللي في الشارع، روح بوسها، انا اسف يعني. اعمل اشباع لنفسك يلا. طب البوليس، القانون، العرف، يا عم روح بلا. خد هذا المبدا على علته وشغال بيه. سيكوباتيه، ميكيافيليه، والنرجسيه اللي هي الانا المطلقة. وعلى فكرة عايز اقول لكم على حاجة هنا عشان اريح فيها شوية. انا بشجعك انك تعز الانا بتاعتك، ارجوك. انا واحد من الناس دي، في اخر ثلاث عقود في حياتي ابتديت ابدي اهتمام شديد لفكرة انا. لم اقعد استحي من لفظ انا، ولا هقول اعوذ بالله، اقول الله ما شاء الله علي، انا بعمل كده، اعمل كده. اللي معتنق ديانة ربنا، ما فيش ديانة منعت الانا خالص. واتحدى هتقولي شيخ معمم ويناقشني للصبح. ولما حتى اللي هم المتشددين الاسلاميين اللي اول من استنكر لفظ الانا، والعياذ بالله، العياذ بالله، ايه ده؟ ربنا لما بيخاطب البشر يقول له اعمل ازاي انا، فاستخدم لفظ الانا ربنا في قرانه 108 مره. طب انت يعني احسن منه يعني؟ خليهم 109. الانا دي عزيزه جدا، ان لم تصفق لحياتك لن يصفق لك احد. وخدوا بالكم، كل اللي قلنا عليهم الله كان يتحط على الجرح الطيب ده، كان في سرادق العزاء، العزاء بعد ما مشيوا، ما فيش حد هيسمعها في حياته. على الأقل بقى قولها لنفسك، تشجيع ذاتي. قد يطري عليك أحدهم من الإطراء لعلة ما تستاهلش، أو لسبب ما يستاهلش، ويتوهك ويغوصك قوي فيها. فوق لنفسك، اللي بيقولوا عليه ده يستاهل. هو قالوا لي مرة دكتور، جيت دكتور يعني كليات قمة صوت يعني،
اتخرجت بالطب وخدت ماجستير وفي نص الدكتوراه قلت بلا دكتور بالهباب ازرق اوعى مش عايزها، ودخلت كليه تانية من اول وجديد وقعدت 4 سنين وتخرجت خدت منها الشهد. يو كان دو، اياك تقف على حكم مجتمع بيسقف لك لما يكون راضي عنك ويلومك لما يكون عاجز عن اتيان مثلك. اياك كن انت الحكم، انت تبقى سيد الموقف. ارجع لحتة البنت اللي تقدم لها عريس عشان هي دي بلوتنا الكبيرة. ماذا لو دخل حياتي او كان في حياتي او من نصيبي في جيرتي او احد ابنائي احد النرجسيين؟ والله لو هي مراتي وعندي حق الخلع والطلق يمكن اخلص منها. لو هو زميلي في تجارة المخدرات هقتله وتويه. بس ماذا لو كان شريك حياة اللي هو قد يكون كل حصتك في الحياة؟ نعمل ايه؟ الإجابة في كلمتين: لا يمكن إصلاح النرجسي. اللي بيكلمك طبيب، احنا عندنا قانون كل ما يعجز عن الطب عن حله في حل اخير اسمه الموت بيخلصه. الموت ده خلص كل مشاكل الطب، مفيش حاجه عجز عنها الموت. حتى الالم نهى الموت، النسيان نهى الموت. النسيان ده بيخرج الانسان من الحياه وهو عايش زي الزهايمر، ينسى كل حاجه بقى، ينسى اللي خانوه واللي طعنوه واللي سرقوه واللي بهدلوه، بينساهم. طب انت عايز موت اكتر من كده ايه؟ الطب ما يعرفش يعملها، المرض عملها. الالزهايمر ده له فلسفه، ساعات يبقى جائزه البقاء والاستمرار في الحياه بلا متاعب. اللي كان شايفها مراته وكان على وشك يقتلها، او شايف ابنه خانه ومرمط راسه في الطين، بعد الالزهايمر يتساوى عنده هذه النماذج مع من لم يقابلهم بعد. عايز ارجع بس لفكره التسيد في حياتنا. اياك ان تنصب او تقبل بتنصيب من يقود عقلك. اعظم حاكم في العالم، اعظم شيخ في اي ديانه، او قس، او رجل دين، اعظم استاذ جامعي، عقلك. هتقول لي ايوه بس استنى، يعني انا لا معايا ماجستير ولا دكتوراه، يعني معقول انت عايز تساويني باحمد زويل؟ اقول لك اه. ليه؟ عقلك بيمدك زي المخزن اللي في بيتك باحتياجاتك انت لوحدك. عقل زويل احنا كنا مشغلين لحساب العالم في النانو تكنولوجي والابحاث، لكن انت بلاش انت، انا عقلي ده بيخدمني انا لوحدي. انت مالك بيا؟ انا حقلي بزيت ذره بدل زيت عباس، انت مالك وتقعد تكلمني في القيمه الغذائيه وحرق الكرب؟ انا راضي. يبقى وارد قوي ان انا احتكم الى المكون العقلي بتاعي وارتضيه قاضي وحكم وانجو من كل الافتراس اللي موجود في محيط الحياه. ايه هو الافتراس اللي في ناس كتيره بتتحكم؟ بتاع الموز بيتحكم فيك بالسعر اللي حاطه، يقلب الورقه كده بقت 87 كانت 78 بقت 7، واذا كان عاجبك. مين الفريسه هنا؟ المستهلك. انت بتكمل ليه؟ وتستناه وتشتري ليه؟ يا راجل ده انت يوم ما اتولدت في حد سماك منحوك الاسم، وجات واحده كده بمقص قصت الحبل السري منعت عندك الغذاء الريدي ميد اللي جاي من المشيمه والاكسجين المتحمل، قالت لك اصرخ من اللحظه انت اندبندنت. مش الاندبندنت وومن اللي تيجي في سن ال 30 وتقول لا، ده هي من ساعه ما اتولدت نزع عنها السبلاي المداد بالاكسجين. كان الاول تتبول في بطن امها او الجنين ده يتبول، وهي اللي تاخد منه البول بتاعه عبر الحبل السري وتنزله بكليتها في الحمام بتاعها.
ايه الرفاهيه دي؟ جت في لحظه الولاده لما قطعنا الحبل السوري توقفت كل الخدمات. يبقى انت من اللحظه دي ايها البشر اندبندنت، كمل بقى. انت عايز الناس في ايه تاني؟ يعني ايه تجيب لي مفسر لدينك وكتابك؟ ليه؟ هو ده عرف اللي عارفه ده بعقل اضافي عن العقل اللي عندك؟ لا. طب ايه رايك انا بقولها لك وبقولها للازاهره لما انا وكل اصحاب العمائم، بقول لهم انا افقه من البخاري، يقولوا لي ليه؟ اقول لهم البخاري في عهده لا كان يعرف كهرباء ولا امبير ولا سايكل ولا ذره ولا جزيء ولا سياره ولا، انا بعرف ده كله، هو كان اخره الدابه. انا الدابه بالنسبه لي سياره وطياره وبسكليت، اي حاجه بتتركب وتنتقل بيك اسمها دابه. انا البخاري ما كانش يعرف الا دابه واحده، انا افقه منه. فكره السفر عند البخاري اللي هو ابعد من رؤى العين، ده مسافر. انا بقى لا، انا اخويا اللي في لندن مش مسافر، اكلمه لك دلوقتي موجود معايا، ممكن يكون بيسمعني دلوقتي. يبقى انا اكثر فقها. بلاش بقى نفضل عايشين في محدوديه الاوصاف اللي اتحطت لنا وعمالين ناخدها ريدي ميد جاهزه، ما ينفعش. خساره هذا العقل ان نحيا بمحدوديه ولدينا هذا المكون. واللي يغيظني قوي يقول لك الشيخ المعصراوي وبتاع اسمه ايه ده الرومي استنى استنى، يقول لك ده العاشق. طب انا اقدر اعشق وانا عاشق وبقول كلام حلو، يعني ما تكتب وراي قول عن بهي رضي الله عنه، خساره في جتتي يعني. انا بعمل كده على الفيسبوك، مش لازم اخد المسلمات واطبقها واشياء لغايه ما تبقى قد كده وانا دخلت الحياه امر كده واستفيد بالضوء واروح. ايه ده؟ هو انا نكر للدرجه دي؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش اعمل هذا التراث. المعابد الفرعونيه اللي انت بتقول واو، استنى واو ايه؟ ما هو كانوا زيك وفي سنك وعملوا ده. يو كان دو. انا طقت في دماغي مره، مش هحكي عن عبقريتي ولا عايز اتجوز ولا عايز بنت تستحسن كلامي، بس هقول لك على حدوته حلوه، حدوته حياه. خدت مبدا حلو قوي وعلمه لي استاذي دكتور هاشم فؤاد، كان استاذ انف واذن، علمني كتير وكان صديق والدي، ومش اتعلمت طب على ايديه وتربيت على ايديه، وكان رجل لذيذ قوي الله يرحمه، كان سكري بيعجبني قوي. فيقول لك ايه؟ الفاشل نوعين، الذي لا يؤدي عمله قطعا فاشل. طب مين الثاني يا بروف؟ الذي لا يؤدي سوى عمله، يعني ما بيعملش الا حاجه واحده، ده فاشل. قلت والله فكره حلوه. بتفرج مره على محمود سعد، انا عايز ابقى مكان الراجل ده، انا بيعجبني محمود سعد كده في طريقه كلامه وبساطته. ناقصني عشان ابقى محمود سعد لغه، انا عندي ثلاث لغات، رصيد معرفي، يوه ضيعت عمري في الكتب، كلام محدش يعرف يتكلم زيي. ومرت الايام وبقيت مذيع تلفزيوني وعندي برنامج تلفزيوني اسبوعي على مدار 4 سنوات في اكبر قناه خليجيه. ابقى اقدر ابقى رجل اعمال او ادرس، بس انا طبيب، بلا تعال ندرس اداره اعمال ونشتغل في هذه المنطقه. وكان اشتغلت بمنهج اداره الاعمال بعد دراسة 4 سنوات، وأول ما اتخرجت كده للحياة من جامعة حلوان اشتغلت مستشار وزير الصحة، خدت حتة الطب على إدارة أعمال، قال لي أنا عايزك مستشار لي. حلو، أنت تقدر، إياك تقف عند إرادة الآخرون. شوف أنت عايز إيه وتقدر على ايه، وخد القاعده اللي انا قلتها لك، اي شيء اتاه احد البشر فانت في المطلق قادر على اتيانه. ما تقولش لا بس يعني ده محمد صلاحي، ماشي يا سيدي، هو مهارته في القدم،
انت ما عندكش جزء في جسمك تاني تطلع منه مهارات، اتكلم مهارة، ارسم، اكتب، قول اشعار، اخترع. اللي بيمشي على السلك في السيرك مهارة، التوازن، استغل حتة التوازن وبتجيب له فلوس. اللي بيقلد الاصوات ويحاكي الفن مهارة. انت ما عندكش حاجة خالص، عايز تفضل كده اللي بيروح الشغل ويرجع من الشغل وياخد ماهية؟ مش محتاج تعيش 60-70 سنة كتير الحقيقة. انت موجود في الحياة عشان حاجتين، عشان تكون اكثر من انت. ما ينفعش تفضل قاعد معانا في الحياة على انك انت لوحدك ما تكفيش، لازم تكون 2 أو 3 أو 4، لازم تكوني 6 بيت وام في شق اخر ومديرة في شغلك ومذيعة مش عارف وبتكتبي وبتبعتي للص... مادام تقدري تعملي ده كله بتضن علينا ليه وقاعدة 6 بيت في البيت؟ ما ينفعش، لم نخلق لهذا. اعظم فلسفة في الحياة انك ممكن قوي ان نرجس يكون قاعد في الكرسي اللي جنبك، انا مش قادر على استكشافه بس على الاقل اتمتع بقدر من العقل، يؤتي ردود افعال منطقيه. وقت ما تشتغل نرجسيته عليا انا عندي حاجز صد، مش لازم اكون مذاكره وعرفته وقريت بطاقته ومكتوب فيها لا. عارفين مين اللي بيعمل كده؟ ضحايا المستريح، مستني لما يتنصب عليه ويروح منه الربع مليون وياخده من المستريح، يجي مستريح جديد ينصب عليه ويقول لك لا كان زمان. طب وانت لما جم ينصب عليك في اول مره ما قلتش كده ليه؟ ليه؟ في ناس بتعيش بمنهج او بمنطق التجربه والخطا. لو ده المنهج اللي هيناسبك في حياتك اكتب ورايا بقى، لازم تتكهرب مره عشان تعرف ان الكهرباء بتموت. ما انت محتاج تثبت يقينا وفيزيائيا التجربه بالبرهان. اللي بيقع من الدور الرابع بيموت بجد يعني؟ عايز تجرب اتفضل. هنفضل نجرب كل البلاوي اللي في الدنيا يا اخوانا؟ ده اعظم وظيفه في العقل البشري، اعظم وظائف 4، بس اعظمهم هقول لك عليه الخيال. اتأكل كلام كتير عن الجنة، بالخيال عملوا مشهد للجنة. تسمع المسلسل الإذاعي، انت بتسمع صوت بس تقدر بالخيال تكون المشهد بتاع الأب اللي بيعاقب ابنه. خيال جميل جدا. الخيال ده ممكن انت تسألني ساكن فين، مش لازم اخدك اوديك اوريك سكني، اوصفه لك كده. انت عارف برج القاهرة؟ طلع. شايف العمارة اللي جنبه؟ انا في الدور الثالث. انت كده كأنك خدتك ووديتك. بايه عملتيها؟ بملكة الخيال، الاستنتاج. الاستنتاج اجيب 2 معادلتين معلومتين واستنتج الثالثة، زي ما عملنا في منهج الرياضيات. دي احدى قدرات العقل، الاستنباط. كل العلوم ومنها النانو تكنولوجي قامت على قدرة العقل البشري على الاستنباط. هو في حد جري بسرعة الضوء عشان يقيسها؟ في معادلة في الفيزياء الفيزيائيين يعرفوها، لو فضلت تبرد الأشياء تكش وتبرد لغاية -273 بعدها الحياة تتوقف عند هذه الدرجة والإلكترون يبطل يلف حوالين النواة. طب دي هنعمل؟ محدش جربها. يو كان كالكيوليت، اتحسبت. السيارات الحديثة لما تيجي سايقة دلوقتي يقول لك فاضل لك على المكان ده بالجي بي اس 22 دقيقة. هو جاب مازورة وقاس؟ ات كان كالكيوليت، عارف السرعة اللي انت ماشية بيها، كثافة المرور وقدرات سائق، روح مديك رقم ورقم وش هيسترو حقيقي. يبقى عقل البشري قادر على انه يعمل كل دول.
واروعهم القدره على الاستنتاج. بص الراجل ده مش ناوي يجيبها لبر، عرفت منين يا عم؟ خد تاريخه، مره عمل كذا ومره عمل كذا، خلاص ده من غير مش لازم اجربه سنه في الحكم، خلاص انا عرفت انه حط ايده مع المهببين طيب عشان نقرب من النهايه عشان ما اطولش. اللي بيدير حياتنا عنصرين، العمائم رجال الدين في المجمل، والألسنة مش الأقلام، الأقلام دي تخص المفكرين والمدبرين، أما الألسنة اللي هم المنبريين السياسيين والهتافين ومش إياك. زي ما عرفت تنجو من النرجسي في حياتك، رجاء استدعاء الجاهزية بتاعتك إنه ما يندحكش عليك. لو تتأملوا البرامج الانتخابية وقرينا منها العجب، واحد يقول لك أنا لو بقيت رئيس أول حاجة هعملها، والمذيع يسأله مشروعك إيه يعني؟ سوف أسقط ديون الغارمين. نعم يا روح طنط، يعني الغارم ده قانون بيعاقبه، وهو ارتكب جرم والقانون شغال، بس سيب القانون شغال في أمان الله، هو محبوس جاي تدفع فلوس للمرتكب الخطيئة أو اللي استلفت وما سددتش أو عشان تسوق الحنية بتاعتك، ما تنفعنيش أنت، آسف، ما حطكش على رأس النظام يحكمني. أنا الأولوية عندي شقة لكل شاب، أنا مش عايز عنوسة. استنى بس، هي العنوسة ان شاب يرتبط بفتاة ولا مقدرته على المسيرة؟ انا لو بايدي زمام الامور والله ما خلي شاب بيتجوز ولا يعتبها الا اذا ضمن لي مصاريف تعليمه ابنه. انت دخلك وقدراتك المهنية مضمونة تديني ضمان بها 15 سنة قدام انك تعرف تدخل ابنك مدرسة كويسة، ولا عايز تزرب عياله خلاص؟ انا عندي الحارس بتاعي عند 6 عيال وعايش بما هي من جيبي، يعني انا معيش 6 عيال وهو مش نايبه حاجه منه. ايه ده؟ لا انا ما بخليش شاب يتجوز الا اذا عمل بيت وده هديه للست اللي هتبقى ملكه في هذه المملكه، عشان لو زهدها زهق طفش يبقى عندها مملكه، مش تبقى مطلقه في بيت ابوها، ابوها لو مات بتتشرد. لا، ولا تيجي تتجوز تاني يقول استني بس ده انت ليكي سابقه زواج ويحط سعر جديد. لا لا، انا عايز واحد يحكم المنظومه بشكل عاقل، واحد الناس كلها بتوجعني بكلمه بتقهرني، يقول لك شوف كانت بكام وبقت بكام، شوف الجنيه كان بيجيب بيضه النهارده ال5 جنيه هي اللي بالكاد تجيب بيضه. اقول له انت اللي مش فاهم، الجنيه ده وعزوته وحلاوته وقوته رهن انتاجيتنا كلنا، الدخل القومي، لكن السيسي ما بيدوس على زرار خلوا الجنيه ب60 قرش، تاني يوم خلوه ما فيش حد يعمل كده، ولا رئيس امريكا بيعمل في الدولار كده. قوتك الانتاجيه هي اللي بتحدد سعر العمله اللي يتم التداول بها هذه المنتجات. عندك قطن وتزرعه؟ عيش سيد العالم وبيع وحط السعر اللي عجبك. ما عندكش؟ استنى في الطابور وخد بالآجل وهتدفع الطقطقين، الجنيه بتاعك هيسوى 20 قرش. يبقى ما يصنع الرخاء انتاجية الشعوب وليس فكر القائد. اوعى تصدق اني اشهر الدول في الرفاهية ولتكن سويسرا، لان اللي بيحكم سويسرا بيقدم لهم الرفاهية. لا يا حبيبي، الحكومة الصح في البلاد الصح ماشية بمنطق، كلف يا سيدي اطبخي يا جارية. ما ينفعش هذا السيد يطلب ياكل سلمون وهو سايب لها 5 جنيه ما يكفوش يجيبوا فول. عايز تاكل سلمون ادفع. انت يا شعب عايز تعيش في الرفاهية انتج، ما ينفعش الحلاق يفتح الساعة 2 الظهر. احنا انتاجيتنا لا تشبع احتياج الفرد الواحد،
محتاج إنتاجية أربعة جنبه عشان هو يبدأ يأكل. في الصين العكس، هات لي منتج واحد موجود في الخارج، وأنا آسف إن أنا بهاجم بلدي، مكتوب عليه Made in Egypt، غير جاروف وفرشة الهلال والنجمة، إيه تاني؟ وشوف المقابل جنرال إلكتريك، سايكو، كاتربيلر، سوني، مفيش حتة في بيتك ما دخلتهاش المنتجات دي، ما تبقى زيهم يا أخي، وأنت ناقصك إيه؟ يبقى أنا ضد فهم النظام القيادي على أنه أساس الرفاهية، لا، أنت من يصنع العبودية وأنت من يصنع الرفاهية. شكرا لكم. نشكر الدكتور بهي الدين على الطرح اللي قدمه لنا، ودلوقتي احنا ناخد المداخلات، فلو حد عنده اي سؤال. يعني ما تشرفتش ان انا حضرت الندوة من الاول، بس حضرتك كده طرحت جزء اللي هو ضحايا النرجسيين، تمام؟ فالضحايا النرجسيين دول، يعني احنا عارفين النرجسي ده الانسان النرجسي ما بيتعالجش، بس ضحايا النرجسيين يعني الحالة، وبعدين ضحايا النرجسيين بيكتسبوا الصفات النرجسية فبيتعاملوا بقى بشخصية بقى فيها بعض الصفات النرجسية. دي نقطة مهمة برضو كنت عايزة أسأل حضرتك فيها، وزي نتعامل مع الأشخاص النرجسيين، احنا مش هنقدر نستقصيهم من حياتنا، الموضوع بقى معقد جدا، فاحنا ازاي نتعامل مع شخص النرجسي؟ بنستخدم حيل وألعيب وبنستخدم نفس اسلوب النرجسية برضو في التعامل معاه علشان نضمن استمرارية العلاقات مع النرجسيين دول، احنا مش هنعرف نتخلص منهم يعني، بس ده بيأثر علينا احنا لو حد مش نرجسي بيتعامل مع شخص نرجسي، والشخص اللي مش نرجسي ده اكتسب بعض الصفات دي، فبيبقى عايش في ضغط نفسي وعصبي رهيب، يعني بيبقى مضغوط وبيبقى عنده بقى ازدواجية بقى. فدي نتعامل مع ثلاث نقط دول ازاي؟ شكرا لحضرتك. هو حضرتك النهاردة اثرت اسئلة كتير، ولو ان السياق اللي انت حضرتك وضحته في نسبة المحاضرة بتاعتك، انا كنت جايب بفكر مختلف، الا وهو ازاي اتعامل مع اي رئيس، وبالذات بعض الرؤساء اللي بيحكموا بعض الدول. وهاخد نموذج منهم هتلر بشخصيته اللي هي عليها علامة استفهام، وقد يكون هو ينطبق عليه جزء كبير جدا من الكلام اللي انت قلته، بس كان سبب من ضمن الأسباب ان هو قدر يغير ألمانيا بعد ما نزلت لمرحلة الاستنزاف، وقدر ينقلهم لنقلة تانية. اي نعم ما وصلتش للمستوى اللي هو كان حطه في اعتباره، بس قدر يغير حالة. هل اقدر اعتبر في بعض الاحيان نوعية الشخصيات دي قد يكون مفيد، قد يكون مفيد، ام التجنب ليها امر واقع؟ دكتور بهي، انا المهندسة فيجا شربي، انا بشتغل في المهندسة فيجا شربي، انا بشتغل في مجال القانون والهندسة مع بعض، خلطت التنين سوا. ف دائما بعتقد مهندسة فيجا صديقتي وحبيبة قلبي على الفيسبوك، ومش عايز اقول لكم ايه يعني، داعم رئيسي. تفضلي يا دكتور. شكرا. فانا دائما بعتقد انه الفلسفة، يعني حتى في القانون لما ادرس القانون بلاقي انه الفلسفة هو اساس لكل العلوم، يعني دائما الفلسفة تضع الاسئلة ومن ثم العلم يأتي فيجيب على هذه الاسئلة. فدائما كل ما تعمقنا في الفلسفة نجد انفسنا فيها اكثر. كان سؤالي في موضوع انت قلت ان النرجسي لا يمكن اصلاحه. بداية انا بدي اسال، ما كيف تنشأ شخصية النرجسي؟ هل هو المجتمع، البيئة هي اللي بتأسس لوجود مثل هذه الشخصية؟ ثم انه النرجسي لا يمكن اصلاحه حتى عن طريق العلم والمعرفة والوعي. اعتقد دائما انه الانسان كل ما قرأ أكثر يعني بيزيد وعيه وإدراكه وفهمه لحقيقة الحياة، فبالتالي هو بيشوف الأمور بمنظور آخر. يعني حتى إحنا وإحنا صغار كان عنا فكر يختلف عنه لما كبرنا، فالنضج والوعي يؤدي إلى الإنسان يفكر بطريقة مختلفة. فهل النرجسي في بداية عمره يكون يختلف عنه فيما بعد؟ هناك أسئلة دائما تطرح في قضايا علم النفس في كل الندوات. الإنسان بسلوكه هل هو جينات أم مكتسبة أم الاثنين مع بعض؟
هناك العقل الواعي والعقل اللاواعي، هل هذا حقيقة اللي فرويد ولا غير حقيقة؟ ليس أكثر من ذلك. أفكار الإنسان هو معتقد، هو تحرك معتقداته، هي أفكار قبلها العقل الواعي. ده فهمك للإنسان ولا فهمه هو لنفسه؟ لا، أنا بقول فهم الإنسان، هل ده صح ولا غلط؟ أن الإنسان هو أفكار اقتنع بها عقله الواعي، انتقلت إلى عقل اللاواعي، تحولت إلى حوافز خفية للسلوك، تحولت هذه الأفكار إلى معتقدات، والمعتقدات تحولت إلى عادات، والعادات تحولت إلى سلوك. فأي مشكلة تواجه أي إنسان، ليس المشكلة هي السبب، هو ما يعتقده عن حجم المشكلة والسبب. يستطيع الإنسان يبقى فيه مشاكل كتير جدا ويتصور أنها أو يحولها إلى تحديات ويواجه هذه التحديات. فإنسان كيف حسب ما يعتقد يكون، كما تعتقد كون، حتى السن حالة ذهنية، مش فيش حاجة اسمها سن في فسيولوجي أصلا، كما أعتقد. نسمع كتير كلام إحنا كمصريين بنقوله، مثلا أن مصر أم الدنيا، وإحنا أصل الحضارة، وإحنا رمانة ميزان العالم، وإحنا 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 وكلام ده. هل ده ضرب من ضروب يعني النرجسية، الشخصية النرجسية، كلام نرجسي؟ والسؤال التاني برضو بالنسبة للدين، بنشوف ان معظم اتباع الاديان بيدعوا ان هم اللي صح والباقي غلط، وان هم بس كل اتباع دين بيظنوا ان هم بس المقربين من متنساش احلى ولد ولدي ناس، وبتبقى باينة حتى في الاغاني بتاعتنا الوطنية برضو فيها، بشوف بلاحظ ده ومسألة الدين برضو. لكن كان ليا ايضاح بسيط قوي، الاب والام اللي هم على قدر من الوعي المعرفي الكافي، حضرتك قلت ان سبب من اسباب النرجسية احيانا بيكون جيني، طب نكتشفه ازاي في حين ان النرجسية بتبدأ تظهر بعد فترة المراهقة؟ طب احنا نتدارك الوضع ازاي منذ الصغر حتى لا تتفاقم الازمة؟ هو ايه الاحتياج الديني للعلاقات العاطفية واللي السياسة؟ فليه حضرتك ذكرت انها بيكون احتياج مش حاجة أساسية؟ السؤال حضرتك عشان يكون فهمته صح، هل بتفترض ان علاقتنا بالسياسة علاقة احتياج للسياسة وعلاقة احتياج للدين وكده؟ ده سؤالك؟ أيوة. أو فرضيتك؟ أيوة. فبتسأل ليه ده بيحصل؟ أيوة. لماذا نحن في حاجة إلى الدين ولماذا؟ طيب والسؤال التاني ليه، يعني ليه برغم وجود أضرار للنرجسية إلى ان دايما بيتم سكر، يعني له أضرار نفعيات من النرجسية، لأن بيتم سكر كل الشيء السيء ومش الحاجات الجيدة. فمثلا زي هتلر، رغم أنه كان قاتل وعمل حاجات كتيرة، إلا أنه كان عمل له شركة اللي هي سيارات الشعب، واللي هي أدت إلى حدوث أنشأت شركات أدت لحدوث اللي هو التطور الصناعي في السيارات وكده. فليه بيتم سكر الحاجات السيئة في النرجسين بس؟ وليه عندي نقد في أفكار اللي هي يعني منتشر بين الناس، ان يعني بيبتدي ينتشر الشعور والخوف بدلا من مواجهه الفكره مثلا او التفكر فيها؟ تاني يعني سؤال، ليه بيتخاف الناس من فكره نقد الافكار؟ يعني بتأدي للشعور ليه؟ و تقصد افكار الشائعه يعني؟ ايوه. وإيه هو الخلل الاجتماعي؟ لأن حضرتك ذكرت إن النرجسي بيكون نتيجة خلل اجتماعي، وليه برغم كثرة العلم يعني العلوم الطب وكل أنواع العلوم، لأن ليه برغم إن هم أدوية إن هم يعالجوا وبرغم التكامل ما بينهم، ليه في حالات ما بيقدروش يعالجوها تماما؟ اللي هو إيه الفرق أو إيه الحد الفاصل بين إن أنا أكون شخص واثق في نفسي أو معتد بنفسي، مش إمعة مش منساق، وبين إن أنا أكون نرجسي؟ سؤال عبقري. السؤال ده ما جايش بالي. السؤال التاني نوضحه كده، السؤال الفرق بين الثقه في النفس او الاعتزاز يعني بالنفس، امتى اعرف ان انا على الحد الصحيح؟ بالزبط. السؤال التاني، ليه النرجسيين عامه بيكون جذابين او لهم بريق كده يعني خاص بيشدوا يعني؟ تقصد يعني جذابين يعني هم يعني كاريزميين كده؟ دلوقتي حضرتك ذكرت عدة انواع من النرجسية، لكن ما تطرقتش لازاي ممكن الشخص يتعامل مع النرجسية. واحد
طب كمل سؤالك، بس هو نوع واحد له ثلاث مركبات. تمام. لا انا التعامل مع الشخصيه النرجسيه الابويه، السلطه الابويه، خاصه لما يكون الاب هو مش بيتحكم فقط في نفسه ولكن بيتحكم في اخرين حوله، بيأثر على قراراتهم، وخاصة ده بيبدأ يظهر بعد مثلا في بداية مرحلة المراهقة سن ال 12 وال 13 وأحيانا أبعد من كده. تمام، ده الجزء الأول. الشق الثاني حضرتك في آخر الندوة أنهيت الحديث عن النظام وعن إن الشعب محتاج إن هو ينتج وإن هو يشتغل أكتر. طيب ده كان بيحصل فعلا، ولكن في ظل وجود شخصيات نرجسية زي عبد الناصر ومن بعده السادات، واحد زي السادات قدر ان هو يفكك القطاع العام بالكامل، ان هو بدأ عملية من الخصخصة، دمر الصناعة المحلية واعتمد على المنتج الأجنبي، فتح الباب للجماعات الدينية وقدر ان هو يجهل الشعب ويسيطر على وعيه من خلال الدين. فازاي ممكن شعوب او ازاي ممكن شخص واحد يقدر ان هو يتحكم في شعب كامل بدون رد فعل من الشعب؟ زي الحقيقه اللي حاضر اجاوب عليه دلوقتي هجاوب، لكن يبدو لي في حته هتبقى غامضه عليها هروح اذاكرها في البيت لما ارجع. لكن حابب عشان بعض الشغف هبدا بالسؤال الاخير بتاع الاستاذ محمد طارق، معرفش ليه كده ميال ان اخده ريترو جديد. بالعكس، الشعوب هي من تصنع الطغاة. مش عايز ادي امثله واخش في السياسه، لكن لما تبقى قادر على إزاحة حاكم فضل يؤرقك 30 سنة وانت شايف ان اللي تعرفه احسن ما تعرفوش وانه ليس بالامكان ابدع مما كان، وتيجي حضرتك تفاجئني في الاخر بانك قادر انك تغير، فهيبقى السؤال في ذمتك وفي رقبتك، ساكت ليه 30 سنة؟ يبقى معناها ايه؟ انا عايز ما استناش 30 سنة ولا 20 سنة ولا 50 سنة، اكون عايش يقظ مدى الحياة لمجريات الأمور حواليه. الرجل سأل سؤال حلو قوي، يقول لك في عهد عبد الناصر، وهو طبعا لم يعاصر النقلة من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، لا اسألني أنا لأن أنا كنت قريب منها، كنت طفل لكن عرفت أشرب. النقلة من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري كانت باختصار نقلة من الرفاهية إلى العدم، وانا ما احبش اقول اكتر من كده عشان ما يحسبش عليا راي شخصي بفرض تسويقه. لا، كان ميزان الحياه الاجتماعيه في مصر مظبوط، سيبك من اللي اتعلمته غلط في المدرسه، مجتمع النص في المية، مجتمع النص في المية الراجل ده كان بياكل 95 99 ونص في المية. تتكلم في ايه؟ ما كانش، كان الفقر له طعم اخر وحسابات اخرى وسعر اخر، كان فيه فقراء، بس الفقر وقتها كان منزوع الرفاهيه لكن كامل الإنسانية والآدمية. الفقر النهاردة أنا بشوف بعض أنواع العوز يتخلى فيها الفرد عن كرامته أحيانا، عن شخصيته أحيانا، عن هويته، يغترب في سن مبكر زي ما حصل معايا. 16 سنة تنيلت قعدتهم في الغربة عشان أعرف أكل عيالي وربيهم، فقدت أولادي كلهم خرجوا من مصر، أنا ما شفناهاش ما نعرفهاش، هو اتعلموا في إنجلترا ما لهمش حاجة فيا، أنا شايف إن مصر دي ترابها بودرة تلك، بس هو يقول لي إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ورينا كده فين ده؟ اتربوا بره، فأنا دفعت ثمن، دفعت ثمن لإيه؟ للنظام ما ادانيش التعليم اللي أنا عايزه. فرضت أعلمهم في إنجلترا، أنا ما كنتش غني، أنا كنت بكسب كويس. وطلعت من المعادلة دي فقير، لكن أديت الرسالة. فسؤالك حقيقي. الحاكم لا يصنع شيء. التكيف، ودي النقطة اللي قلناها قبل ما نبدأ، جريمة. ليه التكيف جريمة؟ التكيف يعني أنت عندك مشكلة وده مش قادر يحلها لك، على قد لحافك مد رجليك. نعم، على قد لحافك مد رجليك، يعني تفضل مكرمش وتاني رجلك بتوجعك عشان اللحاف قصير، قوم طول اللحاف ولا حط اللحاف تاني، امتد. ما ينفعش تخلي الظروف هي اللي تكيفك على البقاء حي، لا، انت القادر على تغيير ظروفك وتصنع انسان مستمتع. السؤال الفرق بين ليه النرجسي كاريزمي؟ عشان هو ده سر الصنعه.
يعني انت عارف الراجل احسن راجل بيقف في العتبة اللي هو بيبيع مزيل الالوان، بقعة الحبر لما تقع على هدومك عنده كده حاجة زي الكلور، اتفرج عليه هو كان الراجل اللي بيقطع الكوسة بالبتاع دي، اتفرج عليه هو بيعرضه كاريزمي في تسويق. طب تعالى كده خده على جنبه وسأله في اي حاجة من مدركات الحياة التانية ما عندوش. اتاري المسألة ايه؟ اي قدرات بشرية تحتاج في تسويقها الى مهارات صاحبها. ليه؟ اللي درسوا علم ادارة يعلموا المعادلة دي، الفرق بين تسويق السلعة والخبرة. السلعة تلفزيون سوني سلعة، شيء فيزيائي ملموس مادي، المنتج في السلعة هو اللي بيتكلم عنه، هو اللي بيقول لك انا سوني انا 50 بوصة كله هيشوف في السلعة، هي ما يسوق نفسها. اما في الخبرة محامي دكتور رجل دي قدراته وكاريزما الإلقاء هي اللي بتسوق للمنتج بتاعه اللي هو النصح والخبرة. فرق كبير. تلاجة كريازي مثلا هي اللي مش ما تجيب ليش واحد فاهم، سيبها كده وحط الفيشة والناس هتيجي هتشوف قدرات حد، وريهم التلفزيون والإمكان. السلعة تسوق نفسها، أما الخبرة محتاجة مهارات صاحبها. فعشان كده الكاريزمي عنده سلعة ولا خبرة؟ خبرة. هو ما بيبيعلكش سلعة، ما بيبيعلكش شيء مادي، بيسوق ايه؟ كلام. انا احسن الناس، انا احسن مستشار في القضاء، تعالى لي بس انا الدكتور بتاع كله. انا كل ده تسويق لمزاعم، لكن هي في النهاية افكار. عشان كده لابد ان يتحلى بكاريزما التسويق. وللأسف ما تفهمش يا اخي صدفة ولا منحة، كل النصابين اذكياء، اللي اشتغلوا اسمه ايه ده بتوع اللي بياخدوا الفلوس من الناس، المستريح، اقعد معاه ربع ساعة يخليك تبيع القراطين اللي عندك وتروح تديله فلوسهم. ازاي تقول لي معرفش انا قعدت معاه غسل دماغي؟ ايوه هو صاحب كاريزما عالية قوي. الكاريزما والذكاء احد ادوات المرض النفسي، بدليل الشحات اللي في على الإشارة عمره هياخد منك الجنيه إلا ويبين لك بشوية تراب كده صفار وشه عنده أنيميا، وتمسك يا عيني الرضيع في عز الظهر. دول بيلعبوا على مشاعرك أنت، لا مؤاخذة اللي مش صح هما اللي تفوقوا عليك بضعفك أنت مش بقوتهم. تاني، خد الجنيه اللي بجيبك بضعفك انت مش بقوته هو، ده الشحات والنصاب والمتسول. اذا الكاريزمي فلتحذروا، وفي سؤالين زي بعض هنا، فلتحذروا قوته لانها قوه ناعمه جدا جدا جدا. السؤال بقى، وانا طبيب وحطتوني في مأزق، هنعمل ايه مع الكاريزمي؟ ما انا قلت لك في الاول حد الله ما له علاج. عايزني اقولها لك ازاي؟ لا بس يعني اصل العلم، بص لا تقدم العلم ولا جاب اخره ولا حد عارف له حل، طلعه من حياتك بشرط اضمن لي ان هو فعلا نرجسي. لو اتشخص نرجسي سواء بالوساطه عبر طبيب نفسي او بحقيقته وفيزيائيته وافعاله، انا بقول اهو وعلى مسؤوليتي حط الوزر في رقبتي، لو هو جوزك اخلصي منه. مش هينفع تموتي في الدنيا وانت موجوده بتتنفسي. النرجسي ما بيقتلش، بس يقتلك وانت حي واقف على رجليك، ما بيستخدمش سلاح. لو انت تاكدتي او انت تاكدت ان قرينك نرجسي اخلص وكمل بقيه الايام اللي في حياتك، ملوش علاج. السؤال المرتبط بيه، متى نشا النرجسي؟ اتولد كده ولا خد بعض؟ هو الحقيقه في امراض كتير ما بتظهرش الا مع سن الاعتمادية. يعني مرض السكر انا بجيلي درسناه على انه جينات، النظر في اسباب تانية خارج الجينات، وارد وارد. فالنرجسية مرض، لا مش عايز اقول عليها مرض، خلينا نقول عرض. فيها شق جيني؟ نعم. طب ليه اخوه ما جالوش؟ مش شرط. احنا عندنا نظرية مندل بتاعة الوراثة بتقول 25% 25% 4 مرات،
لو الأب نصف والأم نصف. الهيموفيليا مرض سيولة الدم برضو بنفس النساء. فالنرجسي بيتولد نرجسي، كل الحكاية ما بتبانش نرجسيته لأنه بيتعامل مع الحياة من خلال أمه وأبوه، بابا هات لي كذا، لكن ما بيروحش للبياع يرسل. وأفشى حاجة عايز أقولها لكم في النرجسية قصة الحب. البنت اللي بتعشق شاب أو بيعشقها وبيحبوا بعض، لو البنت دي نرجسية تستطيع أن تنتزع ثروته بالكامل وهيبقى سعيد، ولو قالت له روح بعد ما يبقى اكسباير، يا اما بيطلع برج القاهرة ويخلص هناك، يا اما من كوبري قصر النيل. الفتاة النرجسية سامة بالمعنى العلمي، وذلك احنا بنسميها الشخصيات السامة. سامة ليه؟ السام ده مش لازم يشربك سم تموت زي عماد حمدي في الفيلم، لا، السام يعني يوقف الحياة وجمالها ويخليك في حالة ذهول كده لمنتهى العمر. البنت النرجسية لو اكتشفت بنسبة 10% انفت بجلدك. والراجل، الراجل مصيبته ان اهبل شوية، لما بيكون نرجسي بتفضح امره مبكرا، على عكس الفتاة النرجسية. الفتاة النرجسية بشعة في الغموض، بشعة، ده هي ممكن تروي لك قصة حب مع اخر بيطاردها وده اصلا ملوش وجود في الحياة. تشتعل مشاعرك وتلتهب وتسابق الزمن علشان تحظى بها، وتكون انت الوحيد اللي بصلها في حياتها. ففي العلاقات دي انا لا اشجع خراب البيوت، بس انا بقولها لك بذمة مهنية، اخلص منها. طب ولو زوجة ولا ابن نفس الحكاية، ما انت شو هتحتاج الزوجة في ايه؟ مش مرحلة تربية الابناء، وانا كتبتها النهارده بوس، نحتاج النصف الاخر شريك العمر في لحظات سنوات ما قبل الموت. انا عايز حد يمرضني قبل ما اموت بسنه، يحن عليا، يخاف عليا. وقتها كنت واخده شبابي وفرحانه بيا وانا مزهوق بجمالك، دلوقتي ماليش الا انت بجلد مترهل وصلعه ده. انا عايز منك حنيه وريق حلو، اعملوا هذا الرصيد من الان لانه بيخلص مبكرا. السؤال اللي قبله، احنا ليه محتاجين دين في حياتنا؟ هو الدين بيعمل ايه؟ الدين بيعمل حاجة واحدة، اي دين، وانا ما ليش دعوة بمعتقدك، سرق الفضيلة الانسانية ونسبها الى نفسه وتوجها وكثفها وسوقها على انه هو صانعها. اوعى تكذب الفطرة الانسانية يا عزيزي لوحدها كده، لو سبت ايديك لا هتقتل حد، لا تخليك تقتل حد ولا تسرق حد ولا ده الطبيعي. يعني لو سبناك براحتك كده زي الميه اللي على سطح املس تمشي في اي اتجاه، الميل بيحددها. الميل البشري بطبيعته لا يعتنق الغدر، يهاب الدماء. عمر ما في حاجه تحرك الشهوه تجاه القتل الا الزعم الخاطئ انا هنتصر لك يا الله. طب لو ملوش الله عمره ما يقتل. انا بقولش ان اديان قاتلة، ما تفهمنيش غلط، لكن بقول ايه، انما اتت الاديان بمدخلات هي في الاصل موجودة عند المكون البشري، والاديان كلها بزرادشتية والغير يتكلم عليها تزعم انها صانع هذه الفضائل. كفاية كده. ليه مفيش علاج للنرجسية؟ لأن زي ما قلت لكم النرجسية مش مرض. النرجسية عشان تعالجها تروح مشمر دراعاتك وتفتح الجلد، تمسك خلية خلية وتطلع الجين بتاع النرجسية وترميه وتقفلها وتحط. هتقدر تعمل كده؟ ما هي جين لينكد، في تعبير في الطب كده اسمه جين لينكد، يعني مرتبطة بالجين. طب تنفضه ازاي؟ ما ينفعش. فلا علاج للنرجسية حتى الآن إلا تهميشهم في الحياة. في مؤسسات كتيرة في دول العالم الراقي بتشخص النرجسية وتصنفه وتديله اي دي وتحطله على قوائم البوليس، لان وارد ان يعتدي وارد يبقى له ضحايا، وضحايا النرجسية لا يؤذوا في ابدانهم. اذية ضحية النرجسي الاذى بتاعها فين؟ مواضع الطعن، مش في كتفه ولا بطنه، لا،
هنا اول ضربه يديها لك يفقدك لذه الحياه. لو انت زويل، تعال زويل ايه وتعالي انت فكرك انت عملت ايه يعني ايه النانو ده، وتفضل وراه لغايه ما تقتله صاحي. انا اللي بقول لك ده مش ضرب للخيال العلمي، ده مرض موجود. انت في امراض كتيره ما كانتش موجوده. لو كنت حكيت لك سنه 60 عن الزهايمر هتقول لي يا راجل فوق، هو في حاجه اسمها كده؟ ايوه الزهايمر ممكن ينسى ان دي كوبايه للمشروبات وما دون ذلك في ذاكرته سليم، ان الميكروويف ده بيسخن الاكل. الالزهايمري بيفتكر ان الميكروويف ده وقت التلفزيون يقف مستني يشوف المسلسل. بقيه الاشياء في ذاكرته سليمه. لو كنت حكيت لك الكلام ده في الستينات ما كنتش هتصدقني. في مستجدات في الطب وفي امراض ظهرت كتيره اللي هي جين لينكد، اصبحت من الغرابه بحيث احنا مستنيين علاج حقيقي. خد مني لفظ مؤدب، ما فيش حاجه اسمها ملوش علاج. ربما يكون صح ان انا اقول لك لم يكتشف علاجه بعد. طيب مصر ام الدنيا واحلى بلد بلدي، احنا مفرطين قوي في المديح. احنا نجيد المديح. ويوم من الايام كان عندنا الهجاء له شاعر والمديح له شاعر، ويتبارى هما الاثنين عشان يعملوا زخم فكري. انا ما سمعتش عباره اذكى طفل الطفل الفرنسي، ما سمعتهاش. ولا احلى بلد في الدنيا هولندا، عمري ما سمعتها. هو الطبيعي مين هنا عنده اولاد؟ اي حد كبير عنده اولاد. مين اجمل ولد في الدنيا؟ الرد الطبيعي ابني. طب هي ولو سالتك ايوه ابني. طب انتوا الاثنين بتقولوا مين كذاب فيكم ومين الصادق؟ ما ينفعش احط علاقه مضاهاه، لان في حاجه اسمها القياس الذاتي وفي حاجه اسمها القياس الموضوعي. القياس الموضوعي ايه؟ دي ايه كوبايه؟ ايا كان حبك او كرهك ليه هتقول لي كوبايه. ليه؟ قياس موضوعي. الساعه دي فالسو وحشه بايخه، ليه؟ قياس موضوعي شايفها فيزيائيا. لكن القياس النسبي اللي هو انا يخصني انا لوحدي. الصومالي لما يبص في وش خطيبته كده، الله ايه الجمال ده؟ هو شايفها كده. ربما الاجناس البيضاء لا تستحسن السمار، هو حر. ده تذوق نسبي. انت بتاكل اكله وبتعمل لها عيد اسمه الفسيخ، غيرك لو عرف كده ممكن يتقايا. فدي قياسات نسبيه ما ينفعش ندخلها في الحسابات. احسن ولد ولا. لكن اقول لك ايه، مشيها تشجعك، ها، بس بشرط ما تعمكش في راجل كده كان نفسه يعني كل شويه مامور الاسم يبعت له ويبهدله ويحجزه فاحلامه كبرت، عايز يبقى له ابن ظابط. فجاله ولد صغير كده ابنه 6 سنين، فراح شرير وبدله ظابط، عايز يشوف ابنه ظابط بيتحرك على الارض، موجود في محيط حياته. وغالبا ده طلع النرجسي. في حد اكتشف؟ 1 2 يعني كل ده حاجه. استنوا بقى، انتوا كنتوا على علم بانه النرجسي ولا تحسستوا التشخيص دلوقتي؟ عارفين من الاول. طمنتوني انا، يهمني ايه؟ انا قضيتي ايه؟ ان ندرك ونعي انه في سم موجود في البيت. ما يهمنيش انك قادر على اخفائه، او يهمني تعرف ان في ضرر في البيت. ارجوك تعرف ان انبوبتك بتنفس في المطبخ. ما يهمنيش قدرتك على انك انت يعني تحكم الأرض. يهمني انك تعرف ان عندك سكر. ما يهمنيش قدرتك على علاج السكر، هنعالجه بعدين. سؤالك يعني هم مش في العيلة، مش في بيتنا، مش أهلنا. خدي بقى المكسب الجديد، خدي المكسب الجديد. عليك أن تشيل الزعم الخاطئ اللي تربيت عليه بأن الحياة جميلة ونظيفة حوالينا. لا يا هانم، ده ممكن يكون أقرب مما تتخيلين. أقرب من مين؟ اسمعوا الجملة دي، مش من جوزك ولا أخوك ولا ابنك، أقرب إليكي. وحستعير اللفظ من حبل الوريد، أنت اللي تكون نرجسي وما أنتش دريان. هنا الكارثه. ليه؟ هي شايفه المر مني، مراتي او بنتي، وانا فاكر نفسي. ما انا لسه بقول لك انا النرجسي لا حكم يعلو على احكامي، لا ظن فوق ظنوني. انا النرجسي مش دريان بنفسي، لكن قراراتي كلها صح. طب تعمل ايه في الحاله دي؟ الاجابه
ابتدت تظهر برامج تحليل نفسي وموجودة، وادعوكم تبحثوا في جوجل عنها، بتقعد معاه كده ويسألك حوالي 200-250 سؤال وتجاوب بأمانة زي اختبارات الاي كيو اللي اختبارات الذكاء. في الاخر هيقول لك انت يا عم بهي نرجسي، ما تقولوش العب غيرها وتطفي الجهاز، لا ابدأ حط ضوابط، لان دي الوحيدة اللي في ايدك. انا مراتي هتبقى ضحية ليا وهي ام الاولاد، يا تعتزل يا تطفش يا تسيبهم يا تطلق، اعمل ده. ما كانش زمان في الماضي في العقود اللي فاتت في قضايا في الحياة والمجتمع تجرؤ يجرؤ محاضر او ملقن او منبري يقول طلقوا سبوهم اهجروهم. انا اللي بقول لك، انا اللي بقول لك، عشان الخطر مش هيقف عندك ولا عند اقدام مراتك، هياخد ذريتك، هتطلع اطفال مشوهين. تعالوا اوريكم النماذج اللي في الريف اللي هم ضحايا النرجسيه، العمدة النرجسي والاب النرجسي، تتجوزي ابن عمك غصب عن بوسك وملكيش برق. ما هي دي ضروب من النرجسيه يا اخوانا. هو عايز فهم يعني ما فهمش القران كويس، ده مسلم وسوبر مسلم بس النرجسيه محركه عقيده اخرى بحسابات اخرى جواه، شايف ان خالد بن الوليد بطل مش شايفه قاتل. وقيس على كده التعامل مع النرجسي. انا دمجتها لك يا دكتوره هدى في فكره رحيل يعني قطيع، يعني يا التجنب يا نخلص. التجنب يا استاذ كوستا ممكن هو العائق الوحيد الحقيقه، الاعتماديه الاقتصاديه. لو الست ما بتشتغلش وما عندهاش موارد هتروح فين يا عيني؟ لكن في المجتمعات الناضجه ابتدوا يعتبروا النرجسي ده اخطر من سوابق السجن، اخطر من المهددين بالقتل، اخطر من المجانين. ده الوعي وشارب. العقل اللاواعي اللي هو غالبا بيعمل العكس، لا يلبي احتياجك لكن يحكيك يحميك بردود افعال. ايدي جت كده وانا بكلمك مش واخد بالي في سجاره، سجاره هيت حراره تلسع الجلد تكوي تاذي، انا مش حاسس افهم ده كله. فالعقل الواعي يعمل ايه؟ يقول لك اوعى شيل ايدك. تيجي تلاقي سلك كهرباء او خرطوم المكنسه وانت ماشي برجليك بتتحسس المسافات والارتفاعات والمنسوب. العقل الواعي لو صادف خرطوم المكنسه ودخل فيه هيعرف انك انت هتتكعبل بتدق على بوزك، يروح قافز بيك فوق، مش انت اللي هو اللي يقفز بيك لفوق وتتخطى الخرطوم عشان تنجو بحياتك. شكر ليكم، اتفضلي بقى. في النهايه بنشكر الدكتور بهي الدين طبيب ومفكر، وبنشكركم على الحضور، والى اللقاء في صالون اخر. شكرا.